إسراء، مرحبا بك إسراء. مرحبا بك، هل تسمعيني إسراء؟ ألف مبروك. الله يبارك حضرتك. يعني نفس السؤال سألناه من قبل لزملائك الحاصلين على هذه النتيجة المبهرة في الثانوية العامة، هل كانت هذه النتيجة متوقعة إسراء أم لا؟ والله أنا كنت أتمنى يعني إن أنا آخد ترتيب على الجمهورية وحصل الحمد لله. يعني كنت متوقعة هذه النتيجة؟ يعني تقريبا. ألف مبروك إسراء، يعني ما هو شعورك الآن بعد أن بعد حصولك على ما كنت تخططين له وكنت تتمنيه؟ والله كنت فرحانة الحمد لله يعني. وما هو شعور الأهل بجوارك، يعني الوالد والوالدة؟ لا طبعا فرحانين أكثر مني كمان. أي الكليات ستتوجهين إليها إسراء؟ بإذن الله طب المنصورة بإذن الله. كلية؟ طب. طب، يعني كنت تنوين ايضا هذه النيه لدخول كليه الطب، يعني كان معنا ايضا يعني بعض الزملاء الطلبه الاوائل وكانوا يخططون ايضا لدخول لكليه الطب البشريه، كنت تخططين لها بالفعل؟ طبعا. طيب ماذا عن الجهود والمجهود الذي قد بذلتيه طوال العام الدراسي بالتعاون مع الاسره وايضا المدرسين؟ والله انا كان أهلي طبعا بيشجعوني وكنت يعني كان عدد مثلا ساعات المذاكرة كان من 10 ل 12 وكان المدرسين برضو شغالين كويس جدا معايا يعني وكانوا برضو بيشجعوني. نعم، يعني نبارك لك مرة ثانية إسراء رزق، السابع مكرر علمي علوم.